أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم ويملأكم بالمحبة والسعادة والشجاعة، آمين. في هذه الحلقة حقيقة سوف نوضح أمور تهم مصيرنا في الكون. نبدأ هذه الحلقة ونقول يجب على الإنسان أن يعرف أن الكون كله عبارة عن أمواج، طاقات فوتونية. الكون أخواني وأخواتي يتكون من ترددات، نستطيع أن نسميها موجات، ومحطات وكواكب، وهناك كواكب منظورة وغير منظورة. الكون أيضا أخواني وأخواتي يتكون من كائنات مختلفة تختلف في مستوى الحكمة والذكاء، وهذه الكائنات تستخدم قسم من هذه الكائنات تستخدم تكنولوجيا متطورة، وقسم من هذه الكائنات لديها تكنولوجيا متأخرة. هناك أخواني وأخواتي في هذا الكون الواسع والغير المحدود هناك حضارات متقدمة جدا 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 عن حضارة الأرض، وهناك حضارات مشابهة جدا جدا لحضارات الأرض، وهناك حضارات بدائية متأخرة عن حضارة الأرض. ويجب أن نعرف شيء مهم في علوم الكون، أن الكون كله شغال، بهذا المصطلح الكون كله شغال حركي في البناء وباستمرار. ونحن الآن نتحدث، هناك الآن حضارات تختفي وحضارات تبنى من جديد، وهناك أيضا حضارات تنتقل إلى كواكب أخرى، يعني تترك كواكبها السابقة وتنتقل إلى كواكب أخرى جديدة. وبالنسبة نريد أن نقول هذا أيضا بالنسبة إلى حضارة البشر، حضارة البشر تأخرت كثيرا كثيرا عن الحضارات الأخرى، لأن البشر، وعي البشر، عندما نقول البشر بمعنى الوعي، الوعي البشري انشغل بالطمع الشخصي، وهذا الطمع الشخصي أدى إلى تكوين حروب وانقسامات طائفية واجتماعية. والطمع الشخصي طبعا هو ليس من طبيعة الكون، وكل شيء في الكون أخواني وخواتي يجب أن نعرف أنه له وعي وشعور، كل شيء صغير كبير. الأرض، هذه الأرض، الأرض تفكر، الأرض لها وعي ولها شعور، الشمس لها وعي وشعور، البحر له وعي وشعور، الإلكترون له وعي وشعور. لماذا يعني هذا الوعي أساسا؟ لماذا هذا الوعي موجود؟ لأن كل هذه الأشياء، نريد أن نقول هذا، لأن كل هذه الأشياء تأتي من الله الذي هو الله. تعريف الله، الله هو الشعور المطلق، الإحساس المطلق، الأبدية. وفي شعور الله، في ذات الله، في مركز الله، ليس في ذات الله أو الكون أبداً بل مطلقاً فكرة الموت، التي سوف نتحدث حول أمور مهمة حقيقة في هذه الحلقة، حول يعني هذه المسألة ما بعد الموت. الموت أخواني وأخواتي كذبة كبرى ووهم كبير. في الحلقة الماضية، رقم الحلقة 41، نريدكم أيضا أن تراجعوها، يعني تكلمنا حول مسائل أساسية في حياة ما بعد الموت، وسوف نتوسع في هذه الحلقة حول هذا الموضوع. فنريدكم أخواني وأخواتي أن تراجعوا الحلقة رقم 41. عندما تفارق جسدك، قلنا يعني في الحلقة الماضية، عندما تفارق جسدك، والذي يسمى خطأ بالموت هو مفارقة الجسد، بمعنى الانتقال إلى حياة جديدة، دروس جديدة، محطات جديدة. عندما تفارق جسدك، أنت هنا بعد فراق جسدك تكون واعي أكثر، بصفاء أكثر، وبفرح أكثر. والشيء المهم، ترى جسدك، أنت تراه بعينك
أي عين؟ العين الشفافة، العين الروحية. فترى بعينك الروحية، بعينك الشفافة، ترى جسدك مستلقيا على السرير، وهنا يعني في هذه الأثناء أنت تدخل في مساءلة مع نفسك أو روحك أو وجودك، يعني ما بعد مغادرتك لجسدك تبدأ بالتساؤل. فترى جسدك تقول: هل هذا جسدي؟ هكذا يعني، هل هذا جسدي؟ هل هذا أنا؟ من هذا الذي هو متمدد على هذا السرير؟ ويسمى هذا الاستغراب، يعني أنت تدخل في حالة من حالات الاستغراب، مستغرب من الوضع، الاستغراب الممتع. الشيء المهم أخواني وأخواتي الأعزاء أن الغرفة التي جسدك راقد فيها، هذا شيء مهم، الغرفة التي جسدك راقد فيها لا تكون نفس فيزيائية الغرفة، لا تكون نفس فيزيائية الغرفة التي أنت عشت فيها قبل رحيلك، وإنما سوف ترى هذه الغرفة التي رحلت أنت، يعني تركت جسدك فيها، سوف تراها بشفافية وبألوان أوضح، وأيضا سوف ترى أجزاء من البعد الرابع، فسوف ترى حدائق وأشجار تخترق الغرفة. نعم، تخترق الغرفة، ألوان، أشجار، ورود، كائنات جديدة تخترق الغرفة. الغرفة تكون بشفافية. أنت أساسا واقف أمام جسدك، وأنت هنا من هو أنت؟ أنت الشفاف، الهادئ، الذكي، الجميل، الصافي. الشفاف، الهادئ، الذكي، الجميل، الصافي. دعونا نعطيكم هذا المثال الآن. لو نرفع عنك، نزيل عنك ترددات العقل الواعي، يعني نرفعها الآن، العقل الواعي الذي أنت تستخدمه لكي تعيش على كوكب الأرض، لو نرفعه الآن، عندما نرفع العقل الواعي، أحاسيسك الخمسة، سوف ترى حدائق وطيور جميلة وأنهار جميلة وكائنات جميلة. نعم، كائنات جميلة موجودة في بيتك الآن، وأرواح من حضارات وأرواح من نفس الأرض غادرت والآن هي موجودة في بيتك، بمعنى أن العقل الواعي يحجب عليك الحقيقة التي هي أساساً فيها كثير من المفاجآت وكثير يعني من المحطات والأشكال والحضارات والكائنات موجودة الآن. فعندما ترحل، عندما تغادر جسدك، أنت تعيش في وعي أعمق، أجمل، أوسع، تتعرف على كائنات جديدة، حضارات جديدة، فرص أخرى كبيرة جدا. نريد أن نقول شيء مهم الآن. قلنا في الحلقة 41 أنه عندما تغادر جسدك أنت، سوف أيضا وأنت واقف في الغرفة ترى جسدك وترى عائلتك يبكون، وتستغرب، تقول يعني لماذا هؤلاء يبكون؟ لا داعي للبكاء، يجب أن نفرح، هكذا أنت تقول. يعني سوف طبعا ترى ملائكة، أو قلنا أقرباؤك، تراهم، ممكن خالك، ممكن أخوك، أيضا معك في الغرفة، مبتسم، يبتسم لك، وهؤلاء، هذه الكائنات، أقرباؤك أو الملائكة، أما تلتقي بأقرباؤك أو تلتقي بالملائكة، يساعدوك على أن تنتقل إلى المستوى الأول، هذا أول مستوى من بعد حياتك على الأرض، المستوى الأول من مستويات البعد الرابع. فالسؤال المهم، نريد أن نطرح هذا السؤال، نوضحه، يعني نسأل ونجيب. السؤال المهم جدا، ربما شخص يسأل يقول: هل كل إنسان عندما يرحل، يغادر جسده، سوف يجد ملائكة ويجد أقرباءه يرحبون به؟ هذا هو السؤال. طبعا هنا الشيء المهم، نريد أن نقول ليس الجواب، ليس كل إنسان يترك جسده سوف يجد أقرباءه
أو ملائكة يرحبون به ويريدون أن يساعدوه لكي ينتقل إلى البعد الرابع. هناك أشخاص، مثلا شخص عاش على كوكب الأرض وارتكب جرائم، دعونا نقول شخص قتل عشرات الآلاف من الناس الأبرياء، ناس أبرياء، شخص قتلهم. هذا الشخص عندما يرحل من الأرض سوف يرى في غرفة الرحيل، دعونا نسميها غرفة الرحيل، سوف يرى في غرفة الرحيل ملائكة ليس من نوع الملائكة الذين يضحكون ويبتسمون، هل تلاحظ؟ وإنما ملائكة بفكر سلبي، ملائكة بفكر سلبي، وهو طبعا يتفاجأ، هذا الشخص يتفاجأ من الموقف. لماذا؟ لأن وعيه عندما كان يعيش على كوكب الأرض لم يكن وعي محبة، لم يكن وعي سلام، وإنما وعي ملوث بالطاقة السلبية. أيضا مثال آخر، دعونا نقول لكم، نطرح لكم، نوضح لكم هذا المثال. هناك شخص آخر هو ملياردير وجمع مالا كثيرا كثيرا في حياته. هنا عندما يفارق جسده هو، وأثناء مفارقة جسده هو، لا يريد أن يفارق جسده. لماذا؟ لأنه هو يعرف، هذا الشخص الملياردير سوف يترك الثراء ويترك الأموال التي عمل بجهد وعمل لساعات طويلة. فهذا الشعور هو لا يريد أن يترك الجسد، ولكنه مجبور أن يتركه. فهذا الشخص أيضا لا يجد خاله أو أخوه الذي غادر قبله، أو لا يجد ملائكة يرحبون به، لأن وعيه وعي مرتبط بالوعي الأرضي، ملتصق بالثروة، ملتصق بالبيوت وبالأملاك التي امتلكها عندما كان يعيش في كوكب الأرض. السؤال الآخر، وهذا أيضا شيء مهم نطرحه حقيقة في هذا الفيديو، ربما شخص يسأل: هل الإنسان بعد الرحيل، الإنسان ترك جسده، فيسألنا شخص يقول: هل هذا الإنسان بعد أن يرحل يستطيع أن يبقى في مستويات الأرض، لا ينتقل إلى مستويات البعد الرابع؟ هكذا السؤال، نكرر السؤال. شخص يقول: هل الإنسان بعد الرحيل عندما يترك الجسد، الرحيل، نحن لا نسميه الموت، نسميه الرحيل، فعندما يترك جسده هل هذا الإنسان لديه القدرة أن يبقى في مستويات الأرض ولا ينتقل إلى مستويات البعد الرابع؟ هذا الأمر فيه نقاش عميق وفيه نقاط جدا جدا عديدة نتناول جزء منها. هناك ما يسمى إخواني وأخواتي بالأرواح المعلقة، الأرواح المعلقة بين السماء والأرض، ونسميهم هؤلاء الأشخاص المعلقون، الأرواح المعلقة أو المعلقون. دعونا نعطي هذا المثال. هنا شاب يعيش على الأرض، نتصور هذا المثال، شاب يعيش على الأرض بارتياح، يحب عائلته، يحب أبوه، يحب أخوه، لا يفكر بأمور الكون هذه، وإنما تركيزه ووعيه وهو يعيش على كوكب الأرض يريد إكمال دراسة العلوم الهندسية والزواج من حبيبته. هذا هو تركيزه ووعيه، هو مرتاح على الأرض، لديه عائلة جيدة، وهمه، خططه، يريد أن يصبح مهندس ويتزوج ويستقر. وفجأة هذا الإنسان يقتل، أما بجريمة أو يتعرض لحادث ويرحل من كوكب الأرض. لاحظ الكلمة يرحل، ليس هناك موت، هو يرحل، كله رحيل. هذا الإنسان أو
هذا النوع من الوعي، دعونا نستخدم هذا المصطلح، هذا النوع من الوعي هذا لا يذهب إلى البعد الرابع، لأن وعيه مرتبط بالوعي الأرضي. هذا الإنسان يصبح معلق، يصبح معلق ما بين الأرض والسماء، بمعنى حتى روحه تكون موجودة في البيت، في بيت يعني في البيت الذي نشأ فيه. هكذا تكون يعني المسألة، روحه تكون في البيت. فنقول هذا الإنسان لا يذهب ويعيش في البعد الرابع، سوف يظل معلقا في مدارات الأرض، مدارات الأرض، وتعطى له فرصة لكي يولد ولادة فيزيائية، لكي يولد من جديد ويدخل العالم المادي مرة أخرى، لأن الله محبة، الله في ذاته في أفكاره محبة. فهذا الشخص هو يريد أن يكمل دراسته في علوم الهندسة، هذا الشخص مستقر في الأرض، وحدثت له مثلا هذه الحادثة ورحل عن كوكب الأرض، فيصبح معلق ويرجع، يرجع ليكمل فرصة أخرى، فرصة أخرى في العيش على كوكب الأرض. ربما يعني تسأل تقول من الذي يقوم بإعطائه فرصة أخرى؟ يعني هذه الأعمال التي نتكلم حولها، يعني المعلق والذي يرحل إلى البعد الرابع، يعني هذه الأمور من الذي يديرها؟ من الذي يعطي فرصة إلى هذا الإنسان لكي يأتي من جديد إلى الأرض؟ الجواب هم الملائكة. الملائكة هؤلاء، يعني الملائكة مندوبون الله، هم الذين يسيرون الكون، وهم الذين يديرون شؤون الكون وشؤون الكائنات الموجودة في الكون. وهذه النقطة أيضا سوف يعني تتعمق في 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 أفكارها، هذه النقطة فيها أفكار. فشخص سوف مباشرة يسأل، يقول طيب ماذا لو عائلة مكونة من 10 أشخاص تعرضت لحادث، عائلة سعيدة متكونة من 10 أشخاص تعرضوا لحادث، 5 منهم قتلوا في هذا الحادث وال5 الآخرون نجوا من الحادث. فنقول، نجيب على هذا السؤال، 5 الذين رحلوا ينتقلون مباشرة إلى البعد الرابع، البعد الصافي، البعد الجميل، وهؤلاء الذين يعيشون في البعد الرابع، الذين انتقلوا إلى البعد الرابع ويعيشون في البعد الرابع، يقومون بالاتصال بالباقين. الباقين أين؟ في البعد الثالث، البعد الأرضي. والاتصال يعني يقومون هؤلاء 5 الذين يعيشون في البعد الرابع، الاتصال يقومون بإخبار 5 الذين هم باقين في البعد الأرضي، يقولون لهم نحن في خير وطمأنينة، وال5 الباقين في البعد الأرضي أيضا عندما يرحلوا من بعد الأرض سوف يلتقوا مرة أخرى بال5 الذين انتقلوا قبلهم. فهذه بعض يعني هذه بعض الجزئيات حقيقة حول ما بعد حياتنا على كوكب الأرض. نرجع الآن إلى مسألة المستوى الأول من بعد حياتنا على كوكب الأرض، المستوى الأول من بعد حياتنا على كوكب الأرض، هذا المستوى الأول يكون شبيه جدا جدا بمستوى الأرض، لكن بصفاء أكثر، بأمان أكثر، بمحبة، بسرور، وكل شيء متوفر. ويجب أن نركز على هذه الكلمة، كل شيء متوفر، كل شيء، everything، يسوده الهدوء والانسجام. هناك مجتمعات متنوعة، مجتمعات العلمانيين، مجتمعات المسلمين، مجتمعات المسيحيين، مجتمعات الهندوسيين، مجتمعات اليهود، مجتمعات الأفارقة، لكن مجتمعات تعيش بهدوء وسلام ومحبة،
والتخاطب والتعامل كما ذكرنا سابقا في فيديوهات سابقة يتم عن طريق الأفكار. تعيش بسهولة أكثر، فرح واطمئنان وسلام، وكما قلنا كل شيء متوفر. هذا المستوى الأول. المستوى الأول مؤقت، ليس أبديا، وقلنا أيضا ونريد أن نكرر أنه يجب أن لا تبقى في المستوى الأول. المستوى الأول هو نشبهه بالصف الأول للطفل الذي يعني موجود على كوكب الأرض ويبدأ مسيرته الدراسية. فالمستوى الأول ليس الأبدية، هو حقيقة ليس هناك مسألة أبدية في مستوى معين، يعني أنت لا تعيش أبدي في المستوى الأول ولا تعيش أبدي في المستوى الثاني. المستوى الثاني إخواني وأخواتي الأعزاء، المستوى الثاني هو مستوى الدراسة وطلب الحكمة وفهم الكون. المستوى الثاني. المستوى الأول محطة راحة، محطة استرخاء، محطة تجميع القوى، محطة بداية الحكمة، محطة بداية السفرة. مثل الصف الأول، نشبهه مرة أخرى مثل الصف الأول للطفل الذي يبدأ مسيرته الدراسية وهو يعيش على كوكب الأرض. فإذا المستوى الثاني من مستويات البعد الرابع المستوى الدراسي وطلب الحكمة. تدرس علوم الكون، تدرس علوم الطاقة، الرياضيات. ورياضيات البعد الرابع تختلف اختلافا كبيرا وواسعا عن رياضيات المادة. رياضيات المادة تعتمد على ما يسمى بالأرقام الحقيقية، باللغة الإنجليزية تسمى real numbers. في البعد الرابع هناك أرقام تختلف، يعني قسم منها تسمى باللغة الإنجليزية imaginary numbers. imaginary numbers. فتكنولوجيا البعد الرابع، حسابات البعد الرابع، أفكار البعد الرابع، حضارات البعد الرابع تختلف اختلافا جوهريا عن فيزياء البعد الثالث، رياضيات البعد الثالث، تكنولوجيا البعد الثالث. هناك وأنت في المستوى الثاني تتأهل، في المستوى الثاني تتأهل لكي تقوم بإداء مهام أو عمل معين. في المستوى الثاني يدربوك، من الذي يدربوك؟ يدربك حكماء، زعماء، ملائكة، فلاسفة البعد الرابع من مستويات أعلى من المستوى الثاني، يأتون من المستوى الثالث، من المستوى الرابع، من المستوى الخامس، يدربوك وأنت تعيش في المستوى الثاني، يؤهلوك لكي تقوم بإداء مهام. أحد هذه المهام أنت تعطى لك مسؤولية زيارة المحطات السلبية. في البعد الرابع هناك محطات إيجابية، هذه التي نتكلم حولها هي تخص المحطات الإيجابية، وهناك محطات سلبية. المحطات السلبية هناك ناس يعيشون في المحطات السلبية لم يتوفقوا في أن يصلوا إلى المحطات الإيجابية. وأنت في المستوى الثاني تعطى لك هذه المسؤولية وتذهب تزور تسافر إلى المحطات السلبية. ماذا تعمل هناك؟ لإنقاذ أو تخليص أو إرجاع الناس، إنقاذ أو تخليص أو إرجاع الناس الذين يسكنون هناك. نريد أن نقول شيء مهم، أنت في المستوى الثاني لست كما أنت على كوكب الأرض، يعني أنت على كوكب الأرض لديك طاقة إيجابية، طاقة سلبية، لديك خوف، لديك فرح في يوم معين. في المستوى الثاني أنت المحبة، أنت الجمال، أنت الثقة، أنت الهدوء. أنت في المستوى الثاني مملوء بمحبة الله، هذا شيء مهم. وخططك، أنت في المستوى الثاني وخططك ومشاريعك، خططك ومشاريعك وأنت في المستوى الثاني، نكرر يعني مساعدة الناس الذين لم يتوفقوا في الوصول إلى المحطات الإيجابية. هذا المستوى الثاني وهذا مشوارك. نريد أن نقول أيضا يعني شيء مهم جدا في أمور الأبدية. عندما تسمع كلمة الأبدية نقصد البعد الرابع. في البعد الرابع، هذا الشيء الذي نقوله مهم حقيقة، في البعد الرابع ليس المهم أنك تقول انظروا فأنا فعلتها، أنا استطعت أن أنجح
وأصل إلى المحطات الإيجابية. يعني ليس التباهر أنك تقول انظروا أنا عشت في البعد الثالث، البعد الأرضي، حياة جيدة وحياة أخلصت فيها للناس ولنفسي والله كافأني وذهبت إلى البعد الرابع، فانظروا أنا ذكي أنا رائع. هذا غير صحيح. يعني هو مثل، نريد أن نشبه هذا الأمر مثل ما يحدث على الأرض. شخص يقول انظروا أنا استطعت أن أحقق مبلغ 100 مليون دولار، إذن أنا حكيم أنا شجاع. أو شخص آخر في البعد الأرضي يقول انظروا أنا استطعت أن أحصل على درجة الدكتوراه، إذن أنا إنسان مكافح. هذا في البعد الثالث، بعد المقارنات وبعد الدرجات العلمية وبعد الثروة، هذا كم حقق، وهل هذا يملك بيت وهذا لا يملك بيت، هل هذا متزوج هذا غير متزوج، هل هذا تاجر هل هذا غير تاجر. في البعد الرابع هذا غير مهم، هذا شيء جدا جدا مهم يعني الذي نذكره. في البعد الرابع التركيز في البعد الرابع، مستويات، المستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع وصاعدا، التركيز يكون أن الجنس البشري في المستوى الرابع كله يجب أن يعيش الإيجابية والنعمة والسلامة. الجنس البشري والأجناس الأخرى كلها يجب أن تعيش الإيجابية والنعمة والسلامة. بمعنى أنت لا ترتاح وأنت في البعد الرابع، أنت لا ترتاح وهناك ناس يسكنون في المحطات السلبية. في البعد الرابع أنت لا ترتاح، بمعنى أنك وأنت تعيش في البعد الرابع هناك شعور أنك أنت تريد أن تساعد الناس الذين يعيشون في المحطات السلبية، وليس شعور أنك أنت تتباهى تقول انظروا يا ناس أنا الله يحبني وأنا الآن أصفق وأفرح وأعيش في نعمة وراحة، وإنما شعور العمل الهدف لتخليص الناس الذين يعيشون في المحطات السلبية. الله يهمه مصير الجنس البشري كله، الله يهمه، الله في ذاته مصير الجنس البشري كله. فعلى سبيل المثال إذا يهودي واحد أو مسيحي واحد أو علماني واحد، يهودي واحد أو مسيحي أو علماني أو ملحد واحد أو أي إنسان واحد يدخل المحطات السلبية، فنحن كلنا خسرانين. يعني لا تنفع الجنة، لا ينفع المستوى الثاني والثالث، ولا تنفع القصور والمجوهرات في البعد الرابع، لأن روحنا جزء منها موجود في البعد الرابع في المحطات السلبية. اليهودي والمسيحي والعلماني هو روحك هو جزء منك. حتى في كوكب الأرض نفس الشيء يطبق، حكمة الله هذه في كوكب الأرض. إذا طفل عراقي واحد أو إسرائيلي أو فلسطيني أو إيراني أو أمريكي أو ألماني يموت، فكلنا خسرانين. أي فهذه معادلة تنقل إلى البعد الرابع. في البعد الرابع ليست المسألة البهجة والفرح والرقص لأننا استطعنا أن يعني أن نصل إلى البعد الرابع لأننا كنا جيدين في البعد الثالث، ليس هذا المهم. المهم أن كل الحضارات البشرية تعيش كلها في الإيجابية المطلقة. فإذا يهودي واحد في المحطة السلبية أو مسلم واحد في المحطة السلبية أو علماني واحد في المحطة السلبية، فالبشر يخسر، خسرانين. نريد أن نعطيكم هذه المقارنة. يعني رغبات الأرض ورغبات السماء تختلف، رغبات الأرض ورغبات السماء فيها اختلاف. في الأرض الإنسان يركز، في الأرض البعد الثالث، في الأرض نرى الإنسان يركز على التحصيل لنفسه. هذا في البعد الأرضي، فهو يعتبر الإنسان في البعد الأرضي يعتبر امتلاك بيت وزواج، يعني يمتلك بيت، يعمل بجهد لكي يشتري بيت ويتزوج وعمل جيد، هذا هو أهم شيء. هذا البعد الثالث، البعد الأرضي. في البعد السمائي البعد الرابع المعادلة تنعكس. في السماء تركيزك وأنت تعيش في المستوى الثاني من مستويات البعد الرابع، تركيزك يكون على إغلاق
لاحظ هذا المصطلح، إغلاق الطاقات السلبية في الكون. يعني المحطات السلبية مهمتك أنك أنت تنقذ الناس الذين يعيشون في المحطات السلبية. ففي مستويات البعد الرابع التركيز يكون على الكون وليس على النفس، وهذا عكس ما يعتقد به الإنسان وهو يعيش في البعد الثالث. يقول عندما أرحل إلى البعد الرابع أنا سوف أعيش البهجة والصفاء والأمان. هذا غير صحيح، جزئيا غير صحيح، فيه جزء من الصحة ولكن الجزء الآخر غير صحيح. فهناك خطأ عظيم، نريد أن نقول هذا الشيء، هناك خطأ عظيم في مفاهيم الأبدية. ما هو هذا الخطأ العظيم؟ الخطأ العظيم أن الإنسان، الاعتقاد يعني هو خطأ عظيم، هذا الاعتقاد الذي سوف نقوله، أن الإنسان الذي يعمل أعمال جيدة على الأرض فالله سوف يكافئه بالجنة ويعيش في سعادة أبدية. هذا الاعتقاد جزء فيه صحيح ولكن جزء فيه آخر أيضا غير صحيح، خطأ. بمعنى عندما أن الإنسان يعمل أعمال جيدة على كوكب الأرض ويذهب إلى البعد الرابع فرحان ومسرور ويقول انظروا أنا حققتها أو أنا استطعت أن أنجز لحياتي شيء، هذا هو الخطأ. وهو لا يهمه الإنسان الذي يعيش في البعد الرابع، لا يهمه البشر الذين لم يتوفقوا أو يعيشوا في البعد الرابع الإيجابي. يعني الإنسان، نريد أن نكرر للتوضيح، أن الإنسان عندما يعيش في البعد الرابع ونجح في الوصول إلى المحطات الإيجابية، فالخطأ العظيم أنه هو يعتقد أنه يعيش يعني براحة وقصور ومجوهرات وشوارع كلها ورود وجمال وهو لا يكترث إلى المحطات السلبية. هذا هو الخطأ. أنت تذهب إلى المستوى الثاني، هناك مسؤولية جديدة سوف تعطى لك، يعني عمل جديد، خطط جديدة. ولو شخص يعني يناقشك، لو شخص يناقشك بأمور الأبدية، بأمور البعد الرابع، يقول لك شخص لا يعرف عن علوم الكون، فيقول لك الجنة تذهب هناك وأنت مرتاح وهناك كل شيء متوفر لك وفرح وسعادة، شخص لا يعرف بعلوم الكون يناقشك بهذا الأمر إن هناك راحة تامة. فأنت تسأل هذا السؤال، تسأله، تقول له طيب هل الآن الملائكة، أنت تسأل هذا السؤال، تقول هل الملائكة الآن، هل الملائكة الآن الذين يعيشون في البعد الرابع، هل هم مجرد كائنات مرتاحة يعني يعيشون في قصور ويعيشون في ويصفقون ويغنون وكل شيء متوفر لا يؤدون أي شيء؟ وتسأله، تكمل يعني سؤالك له وتقول له وما هي القيمة من هذا؟ لاحظ. فنريد أن نقول الحقيقة أن الملائكة لها دور في بناء الأكوان، دور رئيسي في بناء الأكوان ومراقبة وتعديل، مراقبة وتعديل سلوك الكائنات في هذه الأكوان. الملائكة لا تظن أنها مرتاحة وتعيش في قصور وكل شيء يعني جاري لها وهي أسعد من البشر على كوكب الأرض. الملائكة لهم مسؤوليات جدا 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 ثقيلة وعمل باستمرار يعملون لإغلاق المحطات السلبية أو الحضارات السلبية أو مساعدة الكائنات السلبية في الأكوان، زائدا بناء الأكوان وزائدا الترنيمات ويعني أمور الشكر التي يؤدوها إلى الإله. فنريد أن نكرر يعني نقول الحقيقة أن الملائكة لها دور في بناء الأكوان ومراقبة وتعديل سلوك الكائنات في هذه الأكوان. فأنت كذلك، أنت كذلك عندما ترحل من كوكب الأرض، أخي وأختي، ننتبه إلى هذا الشيء، عندما ترحل من كوكب الأرض لا تظن أنك تتوقف عن العمل. نكرر، وأنا أريد أن أصرخ في اليوتيوب، أريد أن أوصل هذه الرسالة لكل الناس، ل7 بليون شخص، أقول لهم أنه عندما يعني أننا عندما نرحل من كوكب الأرض لا نظن أننا نتوقف عن العمل، هذا خطأ كبير، وإنما سوف تدربنا الملائكة
الذين هم أعلى منا في الحكمة والفهم يأتون من مستويات المستوى الخامس والرابع، يأتون إلى المستوى الثاني، يدربون هؤلاء الملائكة لكي نأخذ أدوارنا أيضا في المساهمة لبناء كون إيجابي معهم. هل لاحظتم هذه الفكرة؟ هذه الفكرة جدا مهمة. وسوف نقول لك شيء سوف تنصدم من الذي سوف نقوله لك الآن. نعم تنصدم. الشيء الذي سوف يصدمك هو التالي، نقول أن كل القصور في البعد الرابع والجمال والصفاء والهدوء وأنت تعيش في البعد الرابع، هذه بالنسبة لك سوف تكون لك لمشاعرك لأحاسيسك شيء ثانوي وليس أساسي. على العكس ما يعتقده الإنسان الآن في البعد الثالث عندما يدرسوه أن الله يعني يعد له قصور ومباهج وذهب ومجوهرات، هذا بالنسبة لك يعتبر شيء ثانوي، لأن الملائكة يعتبرون هذه القصور والهدوء والجمال شيء ثانوي. الحكمة هي الشيء الأساسي، والمحبة هي الشيء الأساسي، ومساعدة الكائنات السلبية وإنقاذها هو هذا الشيء الأساسي في ذات الله وفي عقل الملائكة وفي ذاتك عندما تنتقل إلى البعد الرابع. نريد أن نقول بعكس ما يعتقده الإنسان وهو على كوكب الأرض، وهو يعتقد أن هذه القصور والجمال والهدوء لها قيمة عظيمة ويعتبرها هو شيء مهم في حياته في البعد الرابع. نريد أن نذكر شيء مهم أخواني وأخواتي، نقول نعم أن هناك راحة عظيمة، هناك راحة عظيمة وجمال عظيم وصفاء أعظم، وصفاء أعظم وكل شيء متوفر، ولكن في نفس الوقت مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. لاحظ، نعطيكم مثال ما يحدث مثلا على الأرض وفي السماء. على الأرض مثلا نرى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة واجتماعات الأمم المتحدة مهمومة، مهمومة لديها أهم ومسؤوليات في أن تحل مشاكل أرضية فقط. في المستويات، مستويات البعد الرابع، الملائكة لديهم الآن مشاكل كونية. هل تلاحظ؟ يعني الأمم المتحدة مشاكل أرضية، الملائكة لديهم مشاكل أكبر، مشاكل كونية، كائنات سلبية، أكوان سلبية، حضارات سلبية، وحتى الآن الملائكة يتدخلون في الأرض، يمنعون الحروب ويمنعون الأمراض ويمنعون الجرائم، والملائكة يتدخلون في حضارات أخرى أيضا يمنعون الحروب والجرائم والأمراض، فالملائكة شغالين باستمرار. فأنت في البعد الرابع سوف تكون مع الملائكة شغال عملي، تعطى لك مسؤولية، وكلما تصعد من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث والمستوى الرابع مسؤوليتك تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. وطبعا قلنا يعني في الفيديو السابق، الفيديو رقم 41، أنه الانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بسيط نوعا ما، يعني عملية الانتقال بسيطة، والانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث بالنسبة للإنسان أيضا فيه يعني تستطيع، لكن بعض التحديات، الصعوبات تبدأ إذا تريد أن تنتقل من الثالث إلى الرابع صعب، ومن الرابع إلى الخامس أصعب وأصعب، ومن الخامس إلى السادس أصعب وأصعب وأصعب. هناك فرص متاحة لك أن تنتقل، ولكن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الثاني والثالث وبعدها مسؤوليات تكبر، فقسم منهم سوف يبقون في المستوى الثاني والثالث البشر، وقسم منهم يستطيعون أن يكملوا الرحلة. مستويات أمامنا كبيرة، رحلة كبيرة أمامنا. الشيء المهم هو كل شيء، الشيء المهم نريد أن نقول هذا، كل شيء متوفر، يعني أنت لا تكون مهموما بالعمل، ليس هناك يعني عمل من أجل أن تشتري بيت، هذا الذي نقصده، ليس هناك عمل أنت تمارسه من أجل أن يعني تعيش، هكذا نقول تعيش عائلتك، ليس هناك هم أن تدفع إيجار، ليس هناك هم المرض، هذا كله غير موجود، كل شيء متوفر لطلب الحكمة والدراسة. لكن الانتقال، كلما تنتقل من مستوى أوطى إلى مستوى أعلى في البعد الرابع المسؤولية تزداد، وليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى المستوى الخامس والسادس. هناك بشر نعم
يستطيعون أن يصلوا إلى الخامس والسادس والسابع والثامن ويتحملون مسؤولية أكبر، لكن أيضا يتحولوا خلال الانتقال من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلى كائنات أخرى، يصبحون ملائكة، يصبحون ضوء، ولديهم قابليات أيضا أقوى من المستويات السابقة. إذن في البعد الرابع كل شيء متوفر لك، وفرص الإبداع أعظم من فرص الإبداع وأنت تعيش على كوكب الأرض. نكرر هذا السطر، نقول في البعد الرابع فرص الإبداع أعظم من فرص الإبداع وأنت تعيش على كوكب الأرض. وأيضا نريد أن نقول إخواني وأخواتي، هذا شيء مهم الذي نذكره الآن، كل الاكتشافات الأرضية التي عملها الإنسان في كوكب الأرض هي مأخوذة من البعد الرابع كلها، السيارات، الكهرباء، الإنترنت، الترانسستر، كل شيء. الاكتشافات الأرضية التي عملها الإنسان في كوكب الأرض هي مأخوذة من البعد الرابع، وكل الاكتشافات الأرضية كلها على الإطلاق موجودة في المستوى الرابع، موجودة كلها، السيارات، طائرات، موجودة في البعد الرابع. وأيضا نجد في البعد الرابع السيارات والطائرات ومركبات، لكن في قمة التكنولوجيا، قمة التكنولوجيا المتطورة، تقنيات جدا متطورة عن تكنولوجيا الأرض. روبرت مونرو هو يعتبر أحد يعني حقيقة الخبراء في السفر إلى هذه الأبعاد، إلى هذه المستويات. روبرت مونرو أمامك الصورة، وسفره للمستوى الثالث من مستويات البعد الرابع ورؤيته لسيارات متطورة وجميلة. نريد أن نقول لكم كل شيء في البعد الرابع موجود، كل شيء، سيارات، طائرات، تكنولوجيا متطورة وفوق الوصف. والخطأ العظيم في نهاية هذا الفيديو، نريد أن نقول هذا الشيء مهم أخواني وأخواتي، الخطأ العظيم الإنسان يعتقد وهو خطأ في الاعتقاد، يعتقد يقول أنه أنا تعبت على الأرض ومشاكلي كثيرة جدا، هذه موجودة يعني عند كل البشر الذين يعيشون في كوكب الأرض، يقولون تعبنا على الأرض ومشاكلنا جدا كثيرة وعندما أموت سوف أرتاح. هذا الخطأ العظيم، خطأ عظيم جدا. سوف يكتشف الإنسان عندما يرحل من الأرض أنه أمام مسؤوليات جديدة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعرفها. لماذا؟ لأن الله هو الفكر، الله هو الفكر. وعندما تسمع كلمة فكر بمعنى هناك عمل، الله فكر، الفكر بمعنى بناء، الفكر بمعنى عمل. الملائكة فكر، الملائكة عندما يعني يصاحبهم مسألة الفكر بمعنى هناك عمل. أنت أيضا لديك فكر بمعنى عمل. لا يمكن أبدا أن يكون الله مع الفكر وبدون عمل، لا يمكن أبدا أن الله مع الفكر بدون عمل، غير ممكن. ولا تكون أبدا الملائكة مع الفكر بدون عمل. الإنسان أيضا كذلك، لأنه يمتلك الفكر، أي الشعور، بمعنى في أي مستوى يعيش أو في أي محطة من محطات الحياة يعيش، هو يجب أن ينجز عمل ويجب أن يؤدي مهمة معينة. إذا نكتفي يعني بهذا القدر في هذا الفيديو، وضحنا هذا الأمر حول مسألة حياتنا ما بعد البعد الثالث أي المستوى الأرضي. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذا الفيديو، نصلي من أجلكم ونراكم في الفيديوهات والبرامج القادمة.